التقينا كمكتبة عامة لبلدية بيروت إنه نغتنم هالفرصة نعرف عن الكتب الخاصة اللي كانت بمكتبة الفنان الراحل الكبيرة إيفيت أشعر، لأنه بعد وفاتها اللي حصل من شي شهر تقريبا هي ولادها قرروا إنه يهدوا للمكتبة العامة وبالأخص تبع الجعيتاوي محل ما نحن موجودين هلأ، يهدوا الكتب الفنية اللي كانت هي تقراهم. هيدا النشاط قررنا نعمله تنكون عم ندعم الثقافة وعم ونروح شوي على منحة تاني اللي هو الفن التشكيلي، وعلى اللي هو كمان مرتبط بالكتب، مرتبط بذكرى وفاة الفنانة إيفيت أشعر. اليوم نحن عارضين عادة 15 فنان لبناني بالمعرض عنا، عم نجرب نحبز قد ما فينا الفنانين اللبنانيين، خاصة الجيل الجديد اللي طالع، في كذا واحد جديد. وبخلال هالأسبوع الفن ببيروت نحن عم نطلب من بعض الفنانين يجوا كل يوم يشتغلوا هون، تيرسموا هون، تالعالم اللي بتجي تشوف شغلهم كيف بيشتغلوا وكيف بيرسموا.